سلام، أهلا بكم. في هذا الدرس سوف نتعرف عن الأراي في النود جي اس. الأراي أحادية العنصر، يعني أحادية العنصر. احنا نعرف الأراي هي لين فولي كولون. احنا هذه الخطرة ولا هذه المرة في هذا الدرس نتعامل غير مع لي كولون. باش نعرفوا الأراي في النود جي اس، باش نكتبوا الأراي تساوي ونفتحوا هذا الدوكروشي ونكتبوا العناصر تاع الأراي. هنا ننتريسيو الأراي انتيجر، يعني تحمل جوست أرقام، يعني 8 99 5 7 فوالا. نكتفي بهذا القدر. اي فريزه منقوطه، عندنا شحال من عنصر؟ 1 2 3 4 5، خمس عناصر من الاراي. دونك الاراي باش ديكلاري تكتب الاسم تاعها تساوي وتذكر العناصر تاعها هنايا اونتر لي دو كروشي هذا. دونك هنا باش نافيشيو الاراي، عناصر الاراي، نستعملو كونسول، توجور كونسول دوت لوغ. كونسول دوت لوغ هذه ونمدو العنصر، واش من عنصر حنا حابين نافيشيوه. دونك حتى هنايا داك الخيار الاراي هذه باش الاراي هذه قلنا دونك حنا كي قلنا اراي ايغال هذا الفاريابل الاراي راهو حجز لنا في الذاكره 1 2 3 4 5 5 كاز ميموار. دونك الاراي هذه فاريابل حجز لنا 5 كاز ميموار، وشاك كاز ميموار الكاز ميموار الاولى فيها 1، الدوزيام فيها الكاز ميموار 0 اللي عندها الاندكس 0 فيها 1، الكاز ميموار الاندكس 2 فيها 8، الكاز ميموار اللي عندها الاندكس 3 فيها 99 اكسيتيرا. دونك حنا حابين بايزون نبونتيو على لا كاز اللي تحتوي القيمه 99 اللي هي لا كاز 0 1 3، يعني نقولوا الراي 3 الراي 3 كوم سا نيكزيكيتي 0 1 2. عفوا هنا افيشنا الخمسة، هنا نديرو 2. دونك هنا 0 يعني الاراي للزيرو، الاراي للان، الاراي للدو. الاراي للدو هي 99 فوالا، هي 99 فوالا. هذه فيما يخص دونك لو كان نجيو باغ اكزومبل نحبو نافيشيو جميع عناصر الاراي، نستعملو ان بوكل، نستعملو ان بوكل فور. وفي هذه البوكل فور كما تعرفنا على بوكل فور كيفاش تخدم في الدروس السابقة، نمدو لها لي تروا كونديسيو تاعها. الاف ينطلق الاندكس تاع الاراي يبدا من زيرو، ابري الاف اقل من او يساوي كم عنصر في الاراي، 1 2 3 4 5، خمسة عناصر في الاراي. ابري الاف نانكريمونطيوها شاك فوا. وهنايا نجيو نديرو لو كونسول توجور دوت لوغ. كونسول دوت لوغ في النود جي اس يعني باش نافيشيو الاراي تاعنا. فوالا الاراي هنا راح يافيشينا جميع عناصر الاراي، يعني العنصر اللي يتواجد في لاكاز 0، العنصر اللي يتواجد في لاكاز 1، لاكاز 2، لاكاز 3 الى لاكاز 4. شاك كاز فيها عنصر، 1 فيها الكاز 0 فيها 1، الكاز 2 الكاز 1 فيها 8، الكاز 3 فيها 99، الكاز 4 5، الكاز 1 2 3 4 5، الكاز 5 فيها 6. دونك دي كاز في لا ميموار، وكل كاز فيها عنصر. دونك نديرو اكزيكوتي فوالا، افيشينا الاراي تاعنا كيما رانا نشوفو هنا 99 كي افيشينا يعني واش كاين في العنصر رقم في لاكاز رقم 1 2 0 1 2، لاكاز 2 لاكاز 3 اللي هي عندها الاندكس 2، لاكاز 3 عندها الاندكس 2. وهذه هنايا افيشينا جميع عناصر الاراي 1 8 99 1 8 99 5 6، يعني هنا والبوكل قاعد يبوكلي لنا فيها. يعني حنا يصح القول نقدروا نكتبوا هكذا، وبيان نقدروا هذا نحطوه هكذا يعني ديريكتومون كوم سا سا مارش، يعني راح يافيشي هنا لين واحد انتهى. يعني هنا لوغ للاراي اوب، هذه هنا نتخلاو عليها، شوفوا النتائج. دونك فوالا هنا اكزيكت هنا 1 2 3، يعني افيشنا هذا العناصر تاع الاراي كيما رانا نشوفو. كي نحبو نافيشيو جميع عناصر الاراي هنا نديرو اراي للاي وبيا للاف،
لانه احنا الانديكاتور تاعنا هنايا في البوكل عطيناه اف. فوالا هنا افيشينا عنصر واحد، هنا افيشينا عناصر في لالين وحده لانها الراي و ان سول ديمونسيون، وهنا افيشيناهم يعني كيما راك تشوف هنا ستيم بوكل، يعني افيشي العنصر الاول ومن بعد يتحقق من الشرط زيد يلقاه محقق افيشي العنصر الثاني اكسيتي. لا باغ اكزومبل كي تجي نتايا دير بريك بوينت ايسي تشوف العمليه يعني كيفاش قاعده تيكزيكيتا. فوالا نجيو هنايا يعني نشوفوا هادو اصلا اكزيكيتاهم باسكو حنا حطينا البريك بوينت ابري هذا الكونسول عارفين شنو ما فيه حتى مشكل. كي نجيو نديرو هنايا ستيب الاولانيه واش دار او جاي يتحقق من الشرط فيريفي نعم افيشي، من بعد يتحقق نعم افيشي، زيد يجي هنا يتحقق هنا يعني تحقق هو الاف شحال دو اقل يساوي 5 نعم يافيشي 99، بعد زيد يجي او ينكريمونتي الاف شحال عدد الاف الاف 2 فيريفي يافيشي نعم 5، من بعد ابري زيد يتحقق 3 اقل من يساوي 5 نعم يافيشي اكسيتيرا، ويكمل هكذا حتى يكملهم كاع ويخرج من لاه بوكل. دونك هذه هي البوكل كيفاش طافيشي جميع عناصر، كيفاش نباركوري جميع عناصر تاع ان اراي، وكيفاش نافيشيهم في ان سولين وبار كيفاش نقولو عنصر واحد بعد يعني بونتي ان سول كاز. كاينه حاجه مهمه ثاني نتحدثوا عليها هي الاراي كتعود في حاله سترينغ باغ اكزومبل اراي سترينغ هنا في بلاصة الويت هذه حنا نحطو باغ اكزومبل اراك نحطو اراك ونجيو هنا باغ اكزومبل هذه نسميوها اراي ا نفس الشيء يعني نفس الشيء ما يتبدل ولا شيء يعني هنا كي نهزو الكود هذا عاودو نيكزيكيتيو هنايا هنا سيجيست واش تبدل اراي يعني هنايا نستعملو اراي رقم واحد الراي رقم واحد لانه راي تختلف فهنا نستعملو الراي رقم واحد هنا طبيعة الحال لانديس مبدلوه نرجعوه جي بايزون نفس الشيء يعني سي جوست في الاراي الزوجة زدنا فيها وشيء زدنا فيها ان سترينغ يعني راح نشوفو اسكر حتى تغير ولا لا العملية نعم نيكزيكيتي نعم العملية لا تتغير يعني باش نتأكدو نعاودو نحيو هادي سترينغ يعني هادي سترينغ كامل نحطوها في حتى هنا نديرو لها كومونتير يعني هذا الكود هنا هذا الكود يعني انطر هادو كاع راك يولي ما يتيكزيكيتيش كومبيلاتور ما يفوتش عليه الكومبيلاتور يجي يكزيكيتينا جوست هذا البارتي تاع الكود يعني هنا خدمناها بالديبوغر ستوب ديبوغر هنا نحبو نكزيكيتيوه ديريكتومون فوالا يعني كيما قلنا هنايا فوالا نفس الشيء افيش لنا 99 لانه حنا بونتينا على 0 1 2 على 2 الراي ا افيشها لنا لين وحده فيما بها حرك كم عنصر اليمو عادي جدا هنا افيشها منا كيما قلنا ان بوكل ان بوكل فور افيشها منا كوم ان بوكل فور حتى هنا افيشنا كوم ان بوكل فور كيما راه نشوفو هنايا الاولى الثانية هاك الثالثة يعني ميم سي تحط هنايا خلاص القول هنا انتيجر يعني ان الراي كيما شفنا هنايا انتيجر العناصر كاملها تكون رقمية ولا عناصر تكون متداخلة رقمية وسترينغ يعني راح يافيشي يملك عادي جدا مكان حتى ديفيرونس هادي سامبل الراي وان ديمونسيون في النوت جي اس. دونك نتلاقاو ان شاء الله في دروس اخرى بتفاصيل اكثر. سلام.